العالم في شتى الصور. جعل الموت رجاء وبقاء وغراس منه لا يفنى الثمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلق الله أجمعين. مشاهدي الشروق في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم. نحييكم من ميدان الخليفة بأم درمان، وتحديدا من أمام خيمة الطريقة السمانية الطيبية القريبية، حيث نشهد فعاليات اليوم الختامي والليلة الختامية لفعاليات المولد النبوي الشريف. هنا من ميدان الخليفة ومن أمام خيمة الطريقة السمانية الطيبية القريبية، حيث تجمع الأحباب والمريدون من كل فج عميق، جاءوا يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم تشريفا وتعظيما وإكراما وتبريكا له. كيف لا وهو قد مدحه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وما زال يمدحه وأمر كل المسلمين بأن يمدحوه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفرحة لا تسع الجميع هنا في هذا المولد، هنا حلقات الذكر، هنا منابر الدرس، هنا الفرحة، هنا الأطفال، هنا أركان عامرة بالطيب والطيبين، جاءوا من كل فج عميق يفرحون بمولده صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذا البث الحي من هنا على شاشة الشروق، ننقل لكم فعاليات المولد النبوي الشريف، أفراح الناس، الدروس والمدائح النبوية والإنشاد. ننقل لكم هذه الطيب وهذه الروائح الطيبة التي تفوح من كل أركان المولد، من صحن المولد الشريف. أهلا بكم، سنتابع هذه الفقرات تباعا، سنستمع إلى الإنشاد، سنستمع إلى المدح، سنستمع إلى الدرس. أهلا بكم جميعا ومرحبا بكم. ابن ذي السؤدد الأثيل لؤي، من له الحزم شيمة والجداء هو. ابن ذي الفضل غالب، ابن فهر وقريش لها بهذا اجتباء هو. ابن ذي الفخر مالك، ابن سؤلي عبدك النضر من به الاكتفاء هو. ابن ذخري كنانة من أبوه ذو الأيادي خزيمة المعطاء. ابن حامي الذمار مدركة الحبر، ابن إلياس من قراه الفداء هو. ابن ذي الرأي والندى مضر الجود، الذي تنتمي له الحمراء هو. ابن حب نزار، ابن معد، ابن عدنان من له الانتهاء هو. يا له في العلا وأوج المعالي، نسب دائما عليه الثناء هو. نسب دونه السماك سموا والثريا، ودونه الجوزاء هو. طاهر الذيل من سفاح نقي، ومن الرجس لم يصبه الرداء هو. فضله جاء في الحديث وأيضا أفصحت عن ثنائه الشعراء هو. كيف يا صاحي ليس يسمو وحسبي، فيه طه اليتيمة العصماء هو. مظهر الحق من معانيه كلت عن علاها وحصرها البلغاء هو. روح مشكاتي عالم الكون طرا، من عليه
تعول الأنبياء. رب زدنا بجاهه فيه شوقا كلما ازداد وجدنا والفناء. وأرنا وأرنا جماله حين يجلى عل يجلى به الجفا والعناء. يا إلهي بمولد فيه يتلى تعشق الروح ذكره والحشاء. من منا بأمن من منك يرجو مننا العفو حين يدنو الوفاء. وامنح الكل يا رب منك سترا فلك الكل منك بالفقر جاء. وصلاة مع السلام دواما ما تغنت بأيكها الورقاء. تغشى طه وآله ثم صحبا ما ترامت لنحوه النجباء. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا. طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وهي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الإله ظهور شمس الحقيقة المحمدية العلية المقدار من مطالع الخفاء والاستتار، أمر جبريل الأمين بقبض الطينة من المحل المكين الذي هو أشرف من السماوات وما فيها والأرضين، فأخذها وولج بها جنان الإطاعة والتسليم، واقفا بها بين يدي العلي العظيم بعد غمسها في أنهار السعادة والتقى، ثم في بحار البشرى بالظهور والبقاء، ثم تجلى عليها الحق فانتقلت من صورة الطين إلى هيكل النور. ولم يزل من قبل خلق آدم والكائنات ذاكراً من من عليه بالظهور، وألهمت الملائكة ذلك التسبيح فلم تبرح تحذو حذوه بلسان طلق فصيح، فوضع في طينة آدم وكان له روحاً وحياه، فوقعت الملائكة سجداً له على صورة الركوع لا على الجباه، وأهبط في صلبه إلى الأرض، وبه كان خليفة في طولها والعرض، وحمل في السفينة في صلب نوح الجليل، وبه أعيذ من النار الخليل، وببركاته فدي بالذبح العظيم إسماعيل، وكافة الأنبياء خلقوا من نوره وهو الرسول إليهم والدليل. يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجودا. طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وهي مهودا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم يزل ساريا في أسارير غرر السرات من آبائه ذلك النور إلى أن أذن الله بإبرازه في مظاهر الظهور. نشرت أعلام الفتوة على أبيه عبد الله، ونودي من قبل الحق تهيأ لما سيبرز منك من نور الله،
فأنكحته القدرة الباهرة للعقول مخطوبته من غير سفاح آمنة المأمونة سلالة الفحول فظهرت الأنوار ساطعة في حر وجهها وتمكن بدر النطفة المحمدية في أودية رحمها واستبشرت الكائنات بوفود نجائب السرور وابتهجت المخلوقات بسح سحاب الحبور ولم تزل الأنبياء تتردد على أمه في أشهر حمله إعلاناً بإظهار المزية التي له عليهم وفضله وكل يقول لها في عالم المثال والمنام يا آمنة إذا وضعتيه فسميه محمداً عليه الصلاة والسلام يا رب صل على الذي لولاه ما كان الوجود بأسره موجوداً طه الذي خصصته بمحاسن سلب الكليم بها وهيمه دا اللهم صلي وسلم وبارك عليه واستمر حملها إلى تمام 9 أشهر على الخلاف ولم تجد ثقلاً ولا وجعا من حمل سيد الأشراف وفي وقت ميلاده حضر عندها آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وبعض من حسان حور الجنان فأخذها المخاض واشتد بها نطاق الألم فولدته نورا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء رسلي عن علاك انطواء وأولو العزم تحت شاءك جاءوا ونحن من داخل أيضا سرادق الطريقة السمانية الطيبية القريبية حيث تتواصل احتفالات المولد النبوي الشريف وتتعدد الاحتفالات بتعدد الطرق الصوفية هنا داخل صحن ميدان الخليفة احتفالا بتعظيما وتشريفا بمولده صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وفي هذه المساحة أسعد جدا أن ألتقي بالشيخ محمد الحسن حامد وهو عضو الطريقة السمانية شيخ محمد الحسن السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي والشريف ابتداء حدثنا عن الطريقة السمانية الطيبية القريبية تاريخها هنا داخل البلاد وكيفية احتفالاتكم بالمولد النبوي والشريف واستعداداتكم له تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكماله وكماله أولاً أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لقناتكم المباركة باهتمامها بولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهنى
أهنئها وأهنئ نفسي والأمة الإسلامية جمعاء وكافة البشرية بميلاد الرحمة المهداة من المولى سبحانه وتعالى لجميع مخلوقاته. درجة الطريقة السمانية وهي طريقة مكونة من مجموعة من الطرق، أهمها 5 طرق: القادرية والنقشبندية والخلوتية وطريقة الأنفاس وطريقة الموافقة. وأدخلها إلى السودان سيدي الشيخ أحمد الطيب بن البشير المشهور برجل مرحي، ولو سمعنا بالقصيدة المشهورة في مرح فوق جبلنا وصل الإكسير معدننا. بعد أن تتلمذ على السيد محمد عبد الكريم السمان بالمدينة المنورة لفترة من الزمن، ثم انتقل إلى السودان، وكانت الطريقة انتشرت على يده وانشئت وتأسست في السودان وتفرعت وملأت العالم، وستحدث لكم زميل مرتغب عن تفصيلاتها. فللطريقة الآن مشيخات في أمريكا وفي أوروبا وفي إفريقيا وفي البلدان العربية وفي آسيا، وهي طريقة مثلها مثل الطرق الصوفية الأخرى، تعنى بتربية الناس وتزكية أخلاقهم ورفع مستواهم التربوي والأخلاقي، وتساهم بعدة مظاهر وطرق في أن تتقدم بهذا المواطن المسلم وبهذا الوطن إلى الأمام. وفي هذه المناسبة ننتهزها ونسأل الله أن يرفع ما هو حادث بالسودان وبالعالم الإسلامي أجمع. ولكم الشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرك جزيل الشكر عمنا الشيخ محمد الحسن حامد عضو الطريقة السمانية. مشاهدينا، ما نزال نتواصل معكم وتتواصل فعاليات المولد النبوي الشريف من هنا من داخل ميدان الخليفة بأم درمان، ومن داخل أيضا سرادق الطريقة السمانية الطيبية القادرية. تستمعون لعلكم إلى هذه الأناشيد وهذا الذكر وهذه التراويح التي تترنمون بها محبي وحيران وأتباع الطريقة السمانية الطيبية القريبية. في هذا الصحن المولد على اتساعه امتلأ عن آخره بالمحبين والمريدين والأتباع لجناب سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجناب المحمدي. تتواصل معكم أيضا استطلاعاتنا، ونحاول فيها أن نستنطق بعض العارفين بعض الأتباع بعض الزوار لنتعرف على احتفالات المولد النبوي الشريف، على هذه المحبة الدافقة للشعب السوداني التي طالما عرف بها السودانيين محبة النبي. السلام عليكم ورحمة الله، عرفنا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خالد أحمد عبد القادر أحمد، أهني الأمة الإسلامية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل الأمة السودانية بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأهني كل من شارك في الاحتفال وكل من حضر إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم إكراماً بسير، ويجعلنا في شابعاته وفي حضرته وفي معيته يا رب العالمين. أستاذ خالد، المولد النبي الشريف موسم للذكر، موسم للدرس، موسم للفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت شنو طقوسك وأنت بتستقبل المولد النبي الشريف؟ هل في طقوس أنت يعني قبل مواعيد المولد النبي الشريف، ولا شنو طقوسك؟ الشعب السوداني بينتظر مولد النبي صلى الله عليه وسلم بفارغ الصبر، بيقروا موالده وسيرته ويتذاكرون في أدبه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم. هو الشعب السوداني يعني حريص بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكل سنة بيجي المولد احتفالا به وتعظيما له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انصروا الله عزروه ووقروه وسبحوه بكرة واصيلة. النبي عظيم عند الشعب السوداني، ومكانته في قلوب المحبية كلها يا رب العالمين. تجمع هذا العدد الكبير من الأتباع والمحبين والمريدين احتفالا وتعظيما وتشريفا وتبريكا بمولده صلى الله عليه وسلم، وتعدد الرايات والطرق الصوفية، ماذا يعني؟ تعدد هذه الرايات كلهم يصبون في حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطرق تتعدد لكن المشروع واحد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو غايدهم وهو موصلهم إلى طريق الحق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موصل إلى
الذات العالية في جاه صلى الله عليه وسلم. الطاقية الخضراء والشال الأخضر، أي طريقة؟ الطريقة العرقية. وهني بهذه الموقف سيدي الشيخ العرقي الشيخ الريع الشيخ العليش، وهو مربي ومن أهلي أخذ الطريقة العرقية إن شاء الله. شكرا شيخ خالد. مشاهدينا، جاءت كل الطرق الصوفية بمختلف مسمياتها بمختلف راياتها. الجناب المحمدي جناب سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، متواصلين معكم في هذا النقل الحي عبر قناتكم قناة الشروق لمولد النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا. ما تزال فقراتنا تترى، فابقوا معنا. لك فرغ حق الصباح وضيو منك إذ شرف الوجود مجيء، أنت بدر من الخسوف بريء ومحيا كالشمس منك مضيء، أزفرت عنه ليلة غراء شيئا وآدم لم يكن شيء، فحويت الأسرار بالنشر والطي، وقديما تقسم قسمة الفي، لك ذات العلوم من عالم الغي ومنها لآدم الأسماء. صل يا ربي ثم سأل على من هو للخلق رحمة وشفاء، مثلما رامت الهواء من يضاهيك في الورى ما وجدنا، كل حزب منهم بذاك ومنا، إنما مثل صفاتك لنا سيكما مثل النجوم الماء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، لو أجد لي مستمسكا أتغرب لإلهي به سواك مغرب، ولهذا ففيك لي كل ما راب، أقد تمسكت من ودادي. شاهد الشروق تتواصل معكم استطلاعاتنا من داخل ميدان المولد بأم درمان، ونحن نحتفل بالمولد النبوي الشريف، ومن أمام سرادق الطريقة السمانية الطيبية القريبية معنا الأستاذ أبو ذر محمد المبارك. أستاذ، احتفالاتك وطريقة احتفالاتك بالمولد النبوي الشريف، وماذا يعني لك الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟ الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله النبي الكريم الأمي الرحمة المهداة من عند حق عظيم كبير لأمة سعيدة، وأنا أزعد بهذا اليوم وبالاحتفال الكبير بالمولد. نحتفل بمولد سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخليا في أنفسنا، وغلوبنا ترتجف فرحا
بهضوم مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. حضور كل هذه الحشود، الرجال، النساء، الأطفال، الشباب، بيعني شنو في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم؟ يعني لنا الفرح الكبير المجسد من عند الأطفال إلى الشباب إلى النساء إلى كل كبير وصغير، وهكذا الاحتفالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات وفي الأرض. أيضا الكم الكبير من الطرق الصوفية براياتها وبأعلامها وبأذكارها، نحن في بلاد تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني أيضا؟ يعني لنا الوفاء وأداء الشكر والحمد لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومه المبارك وبإكرامه للأمة وللمسلمين. فأنا أنتمي للطرق الصوفية، أنا مكاشفي الشيخ زبير عبد الله، وتجسيدا للذكرى تطرب كل الأمة وكل المشايخ الصوفية، وهذه غليل من كثير. هذا قاعد تجي المولد يوميا؟ أيوة أحضر يومي إن شاء الله، وأسي أنا حزين بأنه غضى سريع ومشى. طيب بترجع متين؟ وهل بتجي معك أطفالك والأسرة ولا بتجي براك؟ أنا بيي وأطفالي وأسرتي كلها حضور، وبنأتي إلى المولد منذ بواكير المساء والخروج بعد الصبح من يوم. وحلاوة المولد؟ حلاوة المولد؟ حلاوة المولد دي طبعا رغم الحلاوة وحلاوتها محلى بحلاوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعندنا لازم تبركا وإلفة للمولد وحلاوته وشعاره. تقول شنو للأمة الإسلامية، للشعب السوداني، للأحباب والمريدين ومحبي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ أتمنى من الله العلي القدير بجاه حبيبنا ونبينا وصفي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعم الخير والبركات وتنزل الرحمات، والسودان يتولاه الحق عز وجل بعين رحمته وعنايته، ونرفل في خير وبركات وسعادة، ونسأل الله الأعوام القادمة السودان يكون في خير وإلفة وتوادد واحتفال أكبر بالمولد وبالمناسبات الدينية السعيدة، وكلنا حاجة واحدة إن شاء الله في خير وفي بركة وفي أمن وأمان ورخاء وسخاء. شكرا جزيلا. نحن أيضا ندعو بهذه الدعوات الطيبة التي ذكرها أستاذنا، ندعو لهذه البلاد أن يحفظها الله أرضا وشعبا ونيلا وزرعا وضرعا، ودائما نتجمع في الخيرات ونتجمع في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزال مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم على شاشة الشروق نتواصل معكم، ونحن ننقل هذه الشعائر، ننقل هذه المنابر، ننقل هذه الحناجر التي تضج بالتهليل بالتكبير بالذكر، وهذه هي شيم المولد، وهذه هي إشراقات المولد، وهذه هي طبع المولد هنا، حيث كل طريقة، حيث كل سرادق، حيث كل خيمة تلهج بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تعظم النبي صلى الله عليه وسلم، تبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. مولده ليس ككل الموالد، أي فرحة تعادل فرحة المسلمين بمولده صلى الله عليه وسلم. إن كان أبا لهب قد خفف عنه في يوم الاثنين لمجرد أنه فرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق الجارية، خفف عنه رب الله رب العزة سبحانه وتعالى، خفف عنه العذاب يوم القيامة إكراما وتشريفا وفرحة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم نحن المسلمين، حبيبنا وعظيمنا وشفيعنا يوم القيامة النبي الكريم الأمي العظيم. اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الأعزاء، ما نزال معكم من هنا من ميدان الخليفة، من أمام خيمة الطريقة السمانية الطيبية القريبية، ونحن ننقل لكم هذا الدفق، ننقل لكم هذه المشاعر، هذه الاحتفائية الكبيرة التي تزين لأجلها هذا الميدان الخليفة على سعته، فقد امتلأ عن آخره بالمحبين، امتلأ عن آخره بالمعظمين للنبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ عن آخره بالرجال، بالنساء، بالأطفال، بالأحباب الذين قدموا إلى هذا المولد من مكانات بعيدة. نحن هنا في المولد ننقل لكم هذه الفعالية، ولكن هناك في كل مدينة، في كل قرية، في كل ربع من السودان هناك خير.
أيام هناك احتفال بهذا المولد النبوي العظيم، وفي هذا ليري الناس أن الشعب السوداني محب للجناب المحمدي، محب لسيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشفيع وهو يستحق كل ذلك. مشاهدينا ما نزال معكم ننقل لكم فعاليات الليلة الختامية للمولد النبوي الشريف من هنا في أم درمان وفي العاصمة المثلثة في ميادينها كلها هنالك احتفالات. سنواصل معكم هذه الفقرات تباعا، فقط كونوا معنا على الشروق. يقرأ الناس على أضوائه حكمة الخلق وأسرار البقاء، من إله قد هدى بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، السفر ولا يعرفه منا أحد، فدخل فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم جعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين اللبنات الأساسيات، وكان الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا جبريل. وضعوا القواعد الأساسية للدين: عقيدة وعبادة وسنة وإسلام وإحسان. كل هذه المراتب أخذها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها منهم التابعين، ثم أخذها منهم التابعون، ثم أخذها منهم تابعي التابعين، ثم توالت إلى أن جاءت إلينا، وجعل من يسمى منتمٍ إلى هذه أو إلى هذا العقد الفريد بأهل السنة والجماعة. ثم قالوا أن أهل السنة والجماعة هم الماتريدية والأشاعرة عقيدة، هم الذين انتسبوا للمذاهب الأربعة فقها، وهم الذين اقتدوا وتأسوا بسيدنا الجنيد إمام الطائفة سلوكا وتربية وتزكية. لا يمكن أن يأتي أحد يريد أن ينسب نفسه إلى أهل السنة والجماعة دون أن ينتمي إلى هذه الثلاث طوائف: أن يكون أشعرياً أو ماتريدياً، أن يكون مالكياً أو حنبلياً أو شافعياً أو حنفياً، وأن يكون في سلوكه ينتمي إلى سيدنا الإمام الجنيد إمام الطائفة. ولكن اشتهر هذا أو هذه العقيدة باسم الأشعرية أو الماتريدية، ولم تشتهر باسم صحابي من الصحابة، أو كان من باب أولى أن يشتهر بها النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى عقيدة محمدية. ولكن تواتر الأدلة أو تواتر العلم عند التابعين والصحابة والسلف الصالح الأول كان لا يحتاج إلى انتساب علمي ولا يحتاج إلى إثبات بالنقل. فعندما تشعبت الأمور وظهرت الخوارج وظهر المعتزلة وظهر المجسمة، أراد رجل صادق يصدح بكلمة الحق ويعلي شأنها أن يتحدث باسم المنهج الحق، فدافع عنه سيدي الإمام أبو الحسن الأشعري
بالعلوم العقلية والعلوم النقلية، وكان قبله قد دافع عنه ممن كانوا قبله في الزمان ولم يتسموا باسمه، ثم أن من جاء بعده تسموا باسمه وانتسبوا إليه. كان ممن كان قبله عبد الله بن سعيد القطان، وكان ممن كان قبله أبو عباس القلناسي، وكان ممن قبله الإمام مسلم ابن الحجاج، وكان ممن قبله ابن جرير الطبري، وكان ممن قبله الإمام أبو حنيفة النعمان، وكان ممن قبله الإمام البخاري عليه من الله تبارك وتعالى الرحمة والرضوان. هؤلاء سبقوا الإمام الأشعري في الزمان وتقدموا عليه في العصر، ولكنه ما تسمت باسمه من الطائفة، وهم قرنوا العلوم العقلية مع العلوم النقلية، ولكن ظهرت باسم الإمام الأشعري لأنه دافع عنها وأظهرها للناس. تعلق بعض الناس بالعلوم العقلية فقدموا العقل على النقل فسموهم بالمجسمة، وتقدم بعض الناس بالعلوم النقلية فقدموا النقل على العقل فسموهم بالمعتزلة، وكلاهما فرقتين ضالتين. من أراد أن يكون على المنهج القويم فليتبع للإمام الأشعري أو يتبع للإمام الماتريدي، فهما أهل السنة والجماعة. ظهرت طوائف كثيرة بعدهم خالفت إمام المذهب الإمام الأشعري، وخالفت إمام المذهب الإمام الماتريدي، ثم إنهم سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. إن من أهم معالم العقيدة الأشعرية، وهي العقيدة الصحيحة التي كان عليها التابعين والتابعون وتابعي التابعين من قبلهم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، أهم شروط هذه العقائد التعامل مع الله تبارك وتعالى بالتنزيه والتقديس. وهذا في العقائد الجديدة التي يزعمها الخوارج أنها عقيدة أهل السنة والجماعة ليست موجودة، فقد حددوا لله تبارك وتعالى مكانا، وقد حددوا لله تبارك وتعالى زمانا، وقد حددوا لله تبارك وتعالى هيئة وصفة. وعندنا في العقيدة الصحيحة الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الذي خلق المكان وخلق الزمان، فأين كان الله وكيف كان قبل خلق الزمان وخلق المكان؟ الخوارج تبارك وتعالى في السماء، واستدلوا على قوله قال أمنتم من في السماء، فقالوا أن الله في السماء، ونحن عندنا الله ما في السماء، نحن عندنا الله في كل مكان لا يحويه مكان، وليس لله تبارك وتعالى هيئة أو صورة ولا شكل معين، لأن الله تبارك وتعالى خالق، ولا يمكن للخالق أن يحمل صفة المخلوق. الشكل المعين ده مخصوص بالمخلوقات، البني آدم عنده كراعين ويدين، ليس لله تبارك وتعالى لا أيد ولا أرجل. وكان الله تبارك وتعالى يذكر لنفسه الصفات، مثلا يذكر لنفسه صفة البسط والقبض في اليد، وكان يقصد بذلك الارتخاء أو الرخاء النعمة أو قبضها عن الناس، لم يكن يقصد الله تبارك وتعالى يد كهيئة اليد العادية التي يمتلكها الإنسان. من أهم مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة، وغيرهم ممن هم ينتسبون أو يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يقولون بالكفر لكل من فعل فعلا هم لا يعلمون تأويله ولا يعلمون تفسيره. مثلا عندنا السجود كان من الأمور العادية في الديانات القديمة، ذكر الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام أنه عندما دخل عليه أبواه وإخوته سجدوا له وقالوا خروا له سجدا. عندنا في ديننا الحنيف في العقيدة الأشعرية لا يمكن لإنسان أن يسجد لإنسان بصفة أو بصيغة العبادة، ولكن إذا سجد له سألناه لماذا سجدت، فإذا قال تعظيما وإجلالا واحتراما قلنا له أن هذا الفعل
حكمه الحرمة، ولكنه لا يودي بالإنسان إلى صفة الكفر. عقيدة الإمام الأشعري هي العقيدة المنزهة لله تبارك وتعالى، المقدسة لله تبارك وتعالى، المعزة لله تبارك وتعالى، تمنحه صفات الألوهية له، تمنحه صفاته التي وضع نفسه فيها. ولا يستطيع كائنا من كان أن يسمي لله تبارك وتعالى صفة يقرنها به بالمخلوق. ثم إن كما قال ابن عاشر في متنه في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، ثم قال سيدي الشيخ قريب الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: واسلك طريق الأشعري وقومه، واترك مقال مجسم ومجهم. هكذا قال أهل العلم وأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. نحن نريد من هذه الكلمات أن نوصل للناس أن ما يفعله السادة الصوفية وهم أهل السنة والجماعة، ولا يمكن لإنسان أن يطلق على منهج السادة الصوفية أن هذا منهج التصوف ثم يخرجه خارج دائرة أهل السنة والجماعة، بل إن أهل السنة والجماعة هم سادة الصوفية نفسهم. وأظنني قد أخطأت رهبة وليس، فالموقف عظيم والمكان فخيم واليوم جليل. حقيقة ذكرت للإخوان قبل أن أخرج للمنصة أنه ما مر علي يوم كيومي هذا قط. والله الله تبارك وتعالى منزه عن المكان والزمان، الله تبارك وتعالى منزه عن المكان والزمان. لذلك عندنا في الذكر هنا في الذكر الخلوتي، وعندنا في أساس الطريقة السمانية بعد أن يفرغ الإنسان من الأساس يقول ها هو هي، وشرحها الشيخ شارحة في كلامه، قال هي تنزه الله تبارك وتعالى عن الجهات الستة. فالإنسان يقصد الله تبارك وتعالى متجها أمامه وخلفه يمينه وشماله وفوقه وتحته. الله تبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث القدسي يقول عن المولى عز وجل أنه ما حوتني سماوات ولا أرضين، وإنما يحويني قلب امرئ مؤمن. هذا هو الأمر الحقيقي الذي نحن من كلامنا ده كله دارين نصله. كل ما يخطر ببالك الآن عن الله تبارك وتعالى فالله خلافا لذلك تماما، لأنه لا يمكن أن يخطر ببال إنسان عن الله تبارك وتعالى شيء. الوهابية لما نجوا يتكلموا عن الحق جل جلاله يوجه له المكان، يوجه له الزمان، ويوجه له الصفة والكيفية، ولو سألتهم من الجنة يقول لك قالوا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن سألتهم عن المخلوق يقولوا لك نحن ما عارفينه، وإن سألتهم عن الخالق يوصفوه لك. ثم يخرجوا للمجتمع وللناس، وهذه الفئة فئة خارجة عن العقيدة الصحيحة، يخرجوا للمجتمع وللناس ثم يفسدوا في عقولهم المعاني الصحيحة للدين الإسلامي. إن جئنا نرجع لعقيدة الإمام الأشعري وغيره ممن سبقوه فهي تلحق بأكثر من 1400 سنة بعهد النبي أو بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جينا نرجع لعهود شاهدنا أحبابنا أينما كنتم، نستمر فعاليات الليلة الختامية لمولده صلى الله عليه وسلم من ميدان المولد بمدينة أم درمان، كما نستمر نحن معكم في نقل مباشر فقط عبر قناة الشروق. هنا صحن ميدان المولد امتلأ عن آخره، هنا الأضواء، هنا جاء الجميع يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا وتبريكا له. كل الفئات العمرية، كل الألوان، الطرق الصوفية بمختلف راياتها، بمختلف خلفياتها، بمختلف طرقها، جاءت تبث هذا المولد الكثير من التعاليم، الكثير من الدروس والذكر،
كلها تدندن حول هذا الجناب المحمدي الكبير. نحن ما زلنا معكم وما تزال استطاعاتنا في كل ركن من أركان هذا المولد نحاول أن نقف على الكثير الكثير من الخفايا ومن الأسرار التي يحملها السادة المتصوفة والطرق الصوفية لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الجناب المحمدي. أسعد جدا أن يكون بين يدي الشيخ النقيب وائل محمد شفيق وهو عضو اللجنة الإعلامية للطريقة السمانية. سيد الشيخ النقيب وائل، دعنا نعرف المشاهدين أن كما للمؤسسة العسكرية من رتب فأيضا هناك تراتبية للطرق الصوفية، فنسعد بك وحدثنا عن المولد النبوي الشريف، عن البرامج في المولد النبوي الشريف. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير بهذه الذكرى الطيبة العطرة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. تحية عبركم يا أهل الشروق لكل الأمة الإسلامية بهذه المناسبة الطيبة المباركة. الطريقة السمانية الطيبية القريبية كغيرها من الطرق الصوفية المختلفة تهتم اهتماما كبيرا بهذا الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تهتم بهذا الاحتفال، مولد الهدى، مولد الرحمة، إذ قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مولد الإحسان، مولد التقوى، مولد الإيمان. والطريقة السمانية فعاليات كثيرة في هذا الاحتفال، والحق أن الطريقة السمانية لا تحتفي فقط في موسم ربيع، وإنما تحتفل في كل العام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة سيرته وتدارسها ومدحه عليه الصلاة والسلام، ولكنها تختص في شهر ربيع المبارك بهذه الذكرى الطيبة العطرة في 12 بالذات من شهر ربيع. في هذا السرادق الذي يراه المشاهدون من خلال كاميرات قناة الشروق الآن، سرادق فيه مجموعة من الإخوان والأحباب اجتمعوا أولاً لاستماع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، شمائله وصفاته. هناك سرادق والطريقة تهتم اهتمام خاصا بالمرأة، هناك سرادق خاص بالمرأة، كذلك الطريقة السمانية اهتمت اهتماما خاصا بالناشئة، فلنا خيمة تهتم بالأطفال والناشئة، تقدم لهم من البرامج والمحاضرات ما يناسب السن التي يجب أن ينشأ عليها على حب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الطريقة السمانية لها سرادق تقدم فيه خدمة صحية مجانا لكل زوار هذه الساحة الطيبة المباركة، تكريما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون من وراء ذلك أجرا ولا ثوابا. كذلك للطريقة السمانية العديد من النشاطات كمثل الزفة السمانية باحتفال المولد التي تتحرك من مسجد الشيخ قريب الله سيرا على الأقدام بالأناشيد والأهازيج والتهليل والتكبير إلى ساحة المولد، كل ذلك يدور في إطار الفرح به صلى الله عليه وسلم وبميلاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية هذه الأيام الطيبة المباركة، والأمة الإسلامية كلها ترفل في خير ويمن، وبلادنا كذلك تنعم بالأمن والاستقرار. قناة الشروق كانت قد نقلت في بث مباشر الموكب الأول وزفة المورد على الهواء مباشرة، هذا من جانب. الجانب آخر تحدثت عن الخيمة الطبية، ما هو الجديد الذي يميز احتفالات السادة المتصوفة في ذكرى المولد النبي الشريف في العام 2022؟ 2022 حقيقة هو عام أتى بعد توقف بعض الشيء مرور البلاد بأزمة كورونا، وكان هناك ضعف في الإقبال على ساحة المولد والزحام وما يدعو إلى هذه الأمور، فجاء العام 22 بعد هذا الاحتقان، فكان عام فيه
انفتاح وفيه إقبال كبير جدا جدا، ولذلك كانت من الفعاليات الأكبر والأكبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. السادة المتصوفة مؤدبين ومهذبين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والشعب السوداني عرف بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف أشكاله وألوانه وأطيافه وطرقه الصوفية. هذه المحبة التي تجمع السودانيين على اختلاف مشاربهم، ماذا تعني لكم أنتم كمتصوفة؟ هذه المحبة لها عموم ولها خصوص. العامة وحتى غير المتصوفة، نحن لا نحجر حب النبي صلى الله عليه وسلم على المتصوفة فقط، لا، كل المسلمين، أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للمتصوفة خصوصية في مزيد من هذه المحبة للاهتمام للاحتفال لمزيد الخصوصية به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبآل بيته بمحبتهم بنشر سيرتهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا هو هذا هو مربط الفرس، التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق، هذا الخلق الشريف الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ساحات المولد في كل مدن السودان في أريافه وفي ربوعه وفي نجوعه حتى ممتلئة ونحن في مثل هذه الوقفة بالكثير الكثير من الأحباب ومن المريدين ومن الحيران ومن المتصوفة وغير المتصوفة حتى يأتون إلى هذه الساحات يشهدون مولده صلى الله عليه وسلم، يحتفلون، يذكرون، يستمعون إلى المديح، يستمعون إلى المحاضرات. هذا الدفق وهذه الفعاليات ماذا تعني؟ هذه الفعاليات كلها استعداداً وتهيؤاً للساعة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قبيل فجر يوم الاثنين، 11 يوم كل الأحباب يحتفلون ويجتمعون تهيؤاً يوماً بعد يوم إلى اقتراب هذه الساعة، ونحن الآن إن شاء الله بعد ساعات قليلة مقبلون على الساعة أو الساعات التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. كل الأحباب في كل كما ذكرت في السودان وفي خارج السودان يتهيئون في هذه اللحظات لاستقبال هذه الساعات المباركة. ختامه مسك ونحن في ليلة الجمعة وهي آخر ليالي احتفال المولد، اخترانا ختام بيوم الجمعة، لعله من حسن الطالع، لعله من حسن الطالع أن يكون هذا الختام ختام مسك، بأن يكون اليوم الأقر يوم الجمعة محصور بين ليلتين، ليلة يوم أزهر اللي هو يوم الجمعة محصور بين ليلة غراء ليلة الجمعة وتختم أو تأتي بعده ليلة المولد، كأنه يعني قمر بين قمرين. نسأل الله ليلة المولد يا سر الليالي والجمال، وربيعا فتن الأنفس بالسحر الحلال، وطن المسلم في سحرك مشبوب الخيال. أشكرك جزيل الشكر السيد الشيخ النقيب وائل محمد شفيق عضو اللجنة الإعلامية للطريقة السمعية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ما نزال معكم متواصلين ونحن في نقل مباشر لفعاليات المولد النبي الشريف من ميدان الخليفة بأندرمان، كونوا معنا. ليلة المولد سر الليالي والجمال، ربيعا فتن الأنفس بالسحر حلال، موطني المسلم في ظلك مشبوب الخيال، طاف بالصار الذي أثمر عقود سنة كالثريا، ليلة النور يا الليالي، ونضع عن فتنة الحسن الحجاب، ومضى يخرجه زي الثريا، ليلة النور يا الليالي، وذهب المحسن حياه الغمام بجموع تلتقي
موسمي والخيام قد تبرجن وأعلن الخيام ليلة المولد يا الليالي ليلة المولد يا سر الليالي مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم على شاشة الشروق في نقل مباشر من داخل ميدان الخليفة بأمدربان ونحن نعايش فعاليات الليلة الختامية لمولد النبي صلى الله عليه وسلم حيث الذكر والفرحة والإنشاد والدرس نواصل أيضا استطلاعاتنا من داخل الميدان من مختلف أركان ميدان الخليفة معنا الأستاذ الاسم سليمان علي عجيب نحن نحتفل بالمولد أستاذنا وانت يعني جاي على المولد هل كل يوم بتجي المولد كيف بتحتفل بالمولد يعني على طريقتك الخاصة نعم باجي كل يوم المولد وبنحتفل بالمولد ونقرأ المولد أسرار الربانية مولد سيدنا محمد عثمان المرغري ونحن والله فرحين جدا انه مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم حب وإيمان ونحن والله كالسادة الصوفية نفتخر بشيخنا وحبيبنا محمد الفاتح محمد حسن محمد الفاتح قريب الله على التنظيم وعلى على الرحب وعلى القلوب المفتحة والله نحن سعيدين كل السعادة وكل الفرح بمولد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب انت خدمي وفي خيمة السمانية هل بتلف على كل الخيام بتمشي عليها بتحضر الدروس تحضر الذكر ولا بتقيف في خيمة واحدة نعم بنلف على الخيمات وبنستفيد من الدروس وبنلقى العلماء بنلقى المشايخ والناس المتعلمين وفي علوم كثيرة جدا نحن ما بنلقاها في كل حتة إلا عند السادة الصوفية وخاصة في المولد مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم في حوش الخليفة هنا فبنلف على كل الخيم وبنستفيد كل ما نلقى حلقة بتاعت ذكر بنستفيد منها وبنقدر ان احنا نستوعب الحاجه دي بكل هدوء بكل راحه وما شاء الله يعني المولد ده والله نتمنى انه مش يكون كله سنه وكده والله نتمنى انه المولد يكون على طول السنين طيب مشاعرك شنو في بدايه اول يوم للمولد ونحن هسه في الليله الختاميه للمولد شنو مشاعرك والله احنا سعيدين كل السعاده كون نكون معكم على قناه الشروق ونشكر حبيبنا وسيدنا وشيخنا محمد حسن محمد الفاتح قريب الله على ذلك الترتيب والنظام والاحترام ما شاء الله والله سعيدين كل السعادة يعني والله نحن كون نكون فنحتفل بمولد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وانا عندي مقطع بسيط دار اقوله في السؤال اللي قبل شوي انه النبي ولده عام كم والله نحن كمان برضو نشكر حبيبنا وشيخنا الشيخ عبد الرحيم البرعي بيقول يا الوضع يا صاحب الانصاف يا صاحب الإنصاف يا القاسمت أخوك يا الوضع عام الفيل بها عرخوك النبي صلى الله عليه وسلم ولده في عام الفيل ومن هناك قلب التاريخ من عام الفيل إلى الهجرة الهجرة النبوية أيضا نشكرك على تهذيبك على خلقك على هذه الثقافة الواسعة على ابتسامتك الجميلة شكرا جزيلا سعدنا بك مشاهدي الشروق أينما كنتم تتواصلوا معكم هذه الاستطلاعات من داخل مولد النبوي الشريف ما زلنا معكم ننقل لكم هذه المناشط هذه الفعاليات والتي تتواصل ولعلها تتواصل حتى ساعات متأخرة من فجر اليوم وللمصادفة طيبة هذا يوم الختام هذا يصادف ليلة الجمعة أصبحت بشارتين وأصبحت بركتين بركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال به وسر الليالي سر بركات الجمعة الطيبة أيضا تتواصل معكم هذه الاستطلاعات نحاول من خلالها أن نستنطق الحاضرين أن نستنطق مشايخ الطرق الصوفية ونتعرف أيضا على شيخنا سليمان فارس طريق السمانية الطيبية الغربية نقدم نشيدة من ديوان رشفات المدام لسيد الشيخ غريب الله ويعبغ الشذا من طيب الأسهال عبغ الشذا من طيب الأزهار بحلول مولد أحمد المختار والكائنات تعطرت وتبخترت فرحا بأحمد خالد الأذكار عبغ الشذا
طيب الأزهار بحلول مولد أحمد المختار. والكائنات تعطرت وتبخترت فرحا بأحمد خالد الأزكار. والملك والملكوت تاه بذكره طربا بلا عود ولا مزمار. والطير في جو السماء استبشرت والصيد والحيتان في الأبحار. وربيع فاغ على المواسم فضله حتى ليالي الغدر في الأخبار. وبه لسان خاطب بسنائه فخرا بأحمد سيد الأبرار. سبب الوجود وعين إنسان النهى علم الهدى حب العليم الباري. الرحمة المهداة والنور الذي قبل الخلائق سابق الأنوار. شمس النبوة والرسالة من رأى رب السماء والأرض بالأبصار. وأتى إلينا بالحنيف مخففا لا فرض الصلاة من العليم الدار. يا شافع الهول العظيم تولني من نفس سوء ضعفت أوزاري. واخلع علي من الإنابة والتغى درعا متينا وزبلا أستاري. صلى عليك الله جل جلاله ما سح منه السحب بالأمطار. وسغى به أرض الغلوب فأينعت والحمد لله العليم الداري. أو ما غريب الله أنشد غائلا عبغ الشذا من طيب الأزهار. بارك الله فيك يا شيخ فارس. مشاهدي الشروق في كل مكان، كان هذا هو الشيخ فارس منشدا لجناب المحمدي جناب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ملئت إنشادا وملئت ذكرا وملئت درسا يليق به كمال النور، يليق به كمال التعظيم، تليق به هذا التسبيح وهذا التكبير وهذا التعظيم. هو للخلق رحمة وشفاء، وهذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حق لنا أن نفرح به، وأي فرح طالما نحن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نفرح بذلك، ونفرح أن جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة المكرمة المعظمة التي وهب الله سبحانه وتعالى هذا النبي محمد في ليلة مولده. ما تزال استطاعاتنا مستمرة مع بعض الحضور، مع بعض المريدين والأحباب من مختلف أتباع الطرق الصوفية والمواطنين الذين قدموا إلى ساحة المولد. معنا الأستاذ معك بكر كباج. حدثنا عن احتفالات المولد النبي الشريف هذه السنة، وأنت داخل إلى ميدان المولد، الاختلف شنو ما بين المولد السنة الفاتت وهذه السنة؟ والله المولد ده هو يهو المولدات، الناس تجي المولدين احتفالا وتعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت طالب، أنت خلصت دراسة، كلمنا عن دي وبرنامجك شنو، يعني هل كنت بتجي المولد يوميا، هل بتجي بعد المغرب وبتقعد فيها تخيمة، وشنو الأذكار والدروس اللي أنت ممكن تستفيد منها في المولد اللي بيقدمها العلماء والمشايخ الأجلاء من على معظم المنابر هنا في ساحات المولد؟ والله بنجي المولد يوميا بعد المغرب، بنصلي المغرب هنا في وجهنا في الخليفة، يعني بنلف الخيم كلها، بنلف يعني بناخذ من هنا ومن هنا، وما شاء الله يعني الخيم يعني كلها بتدي دروس
بالاخص قيمه الشيخ شيخنا محمد حزم الشيخ الفارق ريوان. انا لاحظت انه في حضور كبير وكبير جدا من الشباب من الفئات العمريه او السنيه من الشباب. شنو بيعني حضور طاغي للشباب في ميدان المولد لمعايشه ذكرى وفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف؟ والله ده يدل على محبه الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم له. مشاكل كبيره يواجهها الشباب، انتشار المخدرات، انتشار السلوك الجانح، مثل هذه الفعاليات في المولد. يعني المولد تقريبا يعني لا يقل عن 10 ايام، هذا الجو الروحاني، هذه الاذكار، هذه الدروس، تاثير شنو على الشباب في ظل مشاكل يعانيها الشباب؟ والله اول حاجه المخدرات يعني انتشرت بصوره زاد يعني زي ما بقول مبالغ فيها عديل. فهسه يعني حضور الشباب لساحه المولد حضور قوي جدا، ويعني يعني يعني نتمنى انه يعني المخدرات تندثر بشكل عام ان شاء الله. طيب انت كشاب لابد من رساله توجهها لاقرانك، لاصحابك، لزملائك في الجامعه، في العمل، بمناسبه ذكرى المولد النبي الشريف، ماذا تقول؟ اول حاجه يعني نهني الشعب السوداني بشكل عام بمولد النبي الشريف، ونهينا وايضا نهني الاخوان والاصحاب والاهل بصوره خاصه بمولد النبي الشريف، وان شاء الله ينعاد علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات. شكرا جزيلا. احنا كمان بنهنيك بالمولد النبي الشريف. مشاهدي الشروق أينما كنتم، كانت هذه بعض أنفاس المولد النبي الشريف، بعض أنفاس هذه الليلة الطيبة الغامرة والتي غمرتنا بالكثير من الروحانيات وأعطتنا الكثير من الروح الطيبة. هذه الليلة التي لا يمل سمع أناشيدها، لا يمل سمع مدحها، لا يمل سمع درسها، لا يمل سمع محاضراتها. الذين استضفناهم هنا ملؤونا بالكثير من الأشياء من الإيجابية. مولده صلى الله عليه وسلم ليس كأي مولد، وهو الذي أرسل رحمة وشفاء للعالمين جميعا، حق له أن نحتفل به جميعا. ما تزال أيضا هذه الاستطلاعات مع مختلف أطياف الشخصيات، مع مختلف من الشباب، من الشيوخ وغيرهم، من مختلف أيضا من السجادات والطرق الصوفية، نحاول أن نلتمس نحن في الشروق هذا العبق وهذا الدفق وهذه المشاعر الفياضة التي تفيض في هذا المولد. معي أيضا الشيخ عثمان محمد عثمان علي وراق، من أبناء الطريقة السمانية الطيبية القريبية، منتسب للجنة البرامج في الطريقة السمانية الطيبية القريبية. في أحب أكلم الناس عن المولد النبوي الشريف. ممكن يكون بعض الناس بيخلط في أذهانهم إنه المولد ده حاجة ما كويسة، وإنه المولد بدعة، وإنه المولد ده مثلا أمر ما من الدين. لا، بل هو أمر من صميم الدين، بل أمر الله تبارك وتعالى الناس بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك كان مضمن في قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أمرنا الله تبارك وتعالى بالفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، وقال لنا في غيرها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبالتالي نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة التي أمر الله تبارك وتعالى بالإضافة للعلم أن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد كثير من الأحاديث، منها ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فوجدهم يحتفلون، وجدهم يقرأ أو وجدهم جالسين يعني، فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا: ما أجلسنا إلا أن جلسنا نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا من الإسلام، ما أهدانا الإسلام ومن به بك علينا. فقال: ما الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: ما استحلفتكم إنكارا لكم، ولكني نزل علي جبريل وقال أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم ملائكة السماء. هذه من باب هذه كل هذه الأدلة والبراهين، بل وأننا لا نبحث عن الأدلة والبراهين لنبرر بها لأنفسنا أننا نحتفل برسول الله. نحن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا أدلة وبلا براهين، لأن نحن ما عندنا شك في أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب. نحن في احتفالات مستمرة بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق لنا أن نحتفل به، وهو حقيق بأن نحتفل به كل يوم وكل ليلة، تشريفا وتعظيما وتبريكا للجناب المحمدي. هذه الليلة أيضا لا تمر دون الإنشاد الطيب وحلو الكلام. لا تمر دون الإنشاد الطيب وحلو الكلام والأذكار وإقامة أوراد السحر وغيره. بعض الناس كذلك يخطر على بالهم الاختلاطات هذه أنها ليست من الأمور السلبية في المولد.
مش مهم يقول لهم انه من الامور السلبيه، ولكن الاختلاط موجود في كل مكان، في المولد او في غير المولد. فمن جاء يقصد الله تبارك وتعالى يجد الله تبارك وتعالى، ومن جاء يقصد مآرب نفسه يجد مآرب نفسه، ولو كانت داخل المساجد يجد مآرب نفسه. فما في شيء يمنعك من احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سوى انك عندك علل، عندك خلل في قلبك او في عقلك. اسال الله تبارك وتعالى ان يعين الناس وان يوفقهم بالاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يكثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يوفقنا جميعا ان نكون من المحبين والمنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، وكل عام وانتم بخير، كل سنه طيبين، ربنا يعيد علينا ايامنا بخير وعافيه. وانت بخير ولك بمثل في هذه كل هذه الدعوات الطيبه التي دعوت لنا بها وللمسلمين وللشعب السوداني خصوصا. أشكرك جزيلا. مشاهدي الشروق في كل مكان، هكذا كنا معكم في نقل وبث مباشر على الهواء مباشرة من هنا من ميدان الخليفة بمدينة أم درمان، هذا الميدان الذي امتلأ عن آخره بالمحبين بالمريدين بالسادة المتصوفة على مختلف راياتهم وشعاراتهم وألوانهم وأطيافهم، جاءوا من كل فج عميق يشهدون احتفال هذا العام، العام 2022 بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الذكرى العطرة، هذه الذكرى العظيمة، هذه الذكرى الحبيبة. عام بعد عام تأتي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ينقضي العام وتعود هذه الذكرى الحبيبة، يستقبلها الناس جميعا هنا في هذه البلاد، هذا الشعب الذي عرف بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، بتشريفه وبتبريكه وبتعظيمه وبتقديسه للنبي صلى الله عليه وسلم. تعود ذكرى المولد الحبيبة، وتبقى هذه الساحات حبيبة مليئة بالحب تنتظر هذه الليلة المباركة، وينتظر وتعود هذه الذكرى، ويبقى حب العاشقين للنبي صلى الله عليه وسلم باقٍ ما بقيت الأرض والسماء، وما بقي نفس في أعمار الإنسان أينما كان وحيث ما حل. هي ليلة كل هذا الحب تستحقه وأكثر، في ليلة قال عنها العاشقون إنها سر الليالي والجمال. كنا معكم في بث مباشر من هنا من ميدان الخليفة، كما كنا دائما معكم حيث نقلنا لكم قبل بداية المولد النبي الشريف الزفة، زفة المولد حتى هذا الميدان، ومن حيث بدأنا نختم هذه التغطية على الهواء مباشرة فقط على قناة الشروق. كل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه البلاد سخاء رخاء، وبث فيها الأمن والطمأنينة، ونعود ونجتمع العام القادم وهذه البلاد طيبة مباركة آمنة سالمة، وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، تقبلوا تحيات فريق الشروق وتحياتي دائما. متوكل برير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة شيخ ير شاهدي قناة الشروق الفضائية أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم سعداء أن نحييكم هذه المرة من ولاية النيل الأبيض، نقلا لاحتفالات ولاية النيل الأبيض ومن مدينة كوسي، أضواء حول مولده صلى الله عليه وسلم، مجموعة من البرامج المتنوعة سننقلها في هذه الفعالية، فقط كونوا معنا وتابعونا. ولد الحبيب ومثله لا يولد، والنور من وجناته يتوقد، جعلت له الأرض طهورا ومسجدا، والكون ضاء أنواره تتزايد، والطير هللل آملا مستبشرا
والكون شاكر للإله وحامد. وسلم وبارك عليه بعد صلى الله عليه وسلم. أمي من ثم أرضعت زويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى. فأرضعته صلى الله عليه وسلم مع ابنها مزروع وأبي سلمة وهي به حبيا. وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين نصرا. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حريا إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريع وواراه. حينما سئلت أمنا السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها عن أنها كيف علمت بأنها قد حملت به، قالت: كنت أرى الطيور عاكفة علي، وكنت إذا أردت أن أستسقي من بئر يصعد الماء إلى رأس البئر إجلالا للذي في بطني. والاثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول، خرج عبد المطلب ليطوف بالكعبة مع بعض بنيه، ولم يبقى معي بالدار ذكر ولا أنثى، فأغلق علي الباب خوفا من طارق يطرقني، وشعرت بحركة بين السماء والأرض، وشعرت بالذي في بطني يريد النزول، فشكوت عطشا لم أعهده في نفسي، فتصببت عرقا، فجيء إلي بشربة فيها شراب أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأزكى من المسك، فشربتها فذهب عني ما كنت أجده، وإذا بملك يأمر بجانب إحدى جناحيه على بطني وقال: أنزل يا نبي الله. فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا طاهرا مختونا مدفونا مقطوع الصرة صلى الله عليه وسلم. أقر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. عزر الرسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف، والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرف، والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى، والله لو غلم الزمان من البداية إلى النهاية ظل يكتب ما اكتفى، يكفيه لغيا في السماوات العلى وبحضرة المولى الجليل تشرفا، يكفيه أن البدر يخسف نوره ونور محمد لن يخسف. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي قناة الشروق الفضائية، أهلا ومرحبا بكم، وسعداء نحييكم من احتفالات ولاية النيل الأبيض بمولده صلى الله عليه وسلم. وأسعد في هذه المساحة أن ألتقي بالسيد المدير التنفيذي لمحلية كوسي تنظيما وترتيبا لهذه الفعالية الكبيرة، الأستاذ شرف الدين أحمد شنيبو. مرحبا بك الأخ المدير التنفيذي لمحلية كوسي المعتمد المكلف، ونحن اليوم في هذه الأهزوجة فرحا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدأ أن أحيي مشاهدي قناة الشروق الفضائية. سعداء أن نكون في استضافة قناة الشروق، وتحية لكم وحضوركم حضور هذه الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ المدير، يمكن احتفائية كبيرة ومحلية كوسي ترتيبات مبكرة اتخذتها حتى تنطلق هذه الفعالية ابتهاجا بمولد صلى الله عليه وسلم. اللجنة العليا لتنظيم هذه الفعالية بالتنسيق مع كل الواجهات، الطرق الصوفية والعقيدة والإرشاد وكل مجموعات هذه المحلية، حدثنا عن دور هذه اللجنة. الاحتفال بمولد النبي الشريف في هذه المدينة من أكبر الاحتفالات على مستوى السودان، وفي هذه المحلية دأبت المحلية مع أعضاء اللجنة، لجنة المولد، أن يكون هناك اجتماع قبل أسبوعين من بداية المولد النبوي الشريف، فهنالك لجنة عليا، هذه اللجنة بها أخواننا في الطرق الصوفية والطرق الإسلامية الأخرى، وبها الشرطة والأمن والأجهزة الرسمية الأخرى، وقد تم الترتيب لها يعني مع كل هذه الجهات من ناحية التأمين ومن ناحية خدمات ومن ناحية صحية، فهنالك ترتيب كامل لهذه الاحتفالات منذ فترة يعني قبل المولد النبوي بحوالي أسبوع يتم وضع هذه الترتيبات،
وبحمد الله قد تم كل وضع كل هذه الترتيبات، وتم الزف في يوم الاثنين الماضي، وكان الزف يعني مشهودة وكبيرة، لا جابت كل شوارع مدينة كوسي ولغيت يعني تجاوب وتفاعل من جميع المواطنين حتى وصلت إلى ميدان المولد النبوي الشريف. ويمكن هذا العدد الكبير من هؤلاء المواطنين يدل على تجاوب المواطنين والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السيد المعتمد، نحن بنحييك وبنحيي مجهودات المحلية، ودارين نشوف الشيء المميز لهذه الاحتفالية في هذا العام ومشاركة إدارات المحلية في زيارة هذه الخيم وهذه السرادق احتفالا بمولده صلى الله عليه وسلم. دعبت المحلية وكل الجهات الرسمية من شرطة وعقيدة ودعوة والجهات الخدمية والجهات التي تؤمن المولد النبوي، يعني قامت بوجود يومي في ميدان الاحتفال، وهناك تواجد يومي يعني لمتابعة هذا المولد. سيد المعتمد، يمكن نحن بنتابع هذه الحشود الكبيرة المشاركة، الترتيبات الصحية اللي اتعملت لهذا الاحتفال الكبير يعني، وبتعلم أن هنالك تدافع للمواطنين، هنالك ازدحام حتى تكون هنالك وقاية لكل ما يحدث من حالات داخل هذه الميادين يعني. هنالك لجنة خدمات صحية تم تكوينها من ضمن لجان الاحتفال بالمولد النبوي، وتوجد لها يعني صيدلية وإزعافات أولية موجودة في مكان الاحتفال، وأيضا هنالك مراقبة للأطعمة الموجودة، فهنالك يعني تواجد دائم لمدير الخدمات الصحية بهذه المحلية. يمكن نحن سعداء في هذه الاحتفالية الكبيرة السيد المعتمد، وكل الناس بتتابع من مدينة كوسي هذه هزيج الفرح وإنشاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسالة أخيرة، هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة كوسي بجميع الطرق الموجودة يدل على توحد أهل كوسي وتوحدهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فده يدل على أن هنالك أمن واستقرار وتعايش بين المواطنين، بالإضافة لحلقات الوعظ والإرشاد وذكر الرسول عليه وسلم، أيضا هنالك ندوات عن المخدرات وعن مضارها، وهنالك ندوات عن الخطاب الكراهية وعن توحد المواطنين، فهذه كلها بشريات يعني للمواطنين بهذه المحلية أن يستوعبوا الدرس يعني من مولد النبي، وأن يقتدوا بنهجه وأن يسيروا على دربه. الأخ المدير التنفيذي لمحلية كوسي المعتمد المكلف شرف الدين أحمد شنيبو على هذه الإفادات، وهي ترتيبات محلية كوسي لمولده صلى الله عليه وسلم ترتيبا إداريا، وقفنا على هذه الترتيبات من خلال هذه المقابلة. نحن وأنتم مشاهدي الكرام ما زلنا نتابع في هذه الأضواء من مدينة كوسي نقلا لاحتفائية كوسي بمولده صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا. أحيي قناة الشروق لأنها حقيقة قناة اجتماعية من الدرجة الأولى، وكونوا يعنيون في مدينة كوسي نرحب بهم كثيرا في هذا المولد الجميل. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغطى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستضغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس،
عدد كل معلوم لك يا الله. بمدحي رسول الله ينكشف الكرب بمدح رسول الله ينكشف الكرب ويحصل للمشتاق من بعده قرب بلى إنه أعلى النبيين محتدا وأعظمهم غدرا بذا أخبر الرب نجوم وأفلاك خلقنا لأجله كذا العرش والكرسي والفرش والكدب برئت أنا من كل وغد يعيبه فإن كان من أهلي وصحبي لا أصبر برئت أنا من كل وغد يعيبه فإن كان من أهلي وصحبي لا أصبو بلا مرية جاز السماء محمدا وكل ما أتى سمن ترفع الحجب نبي الله هادي للأنام من الضلالة والتردي صلى الله عليه وسلم موصف بالتخلف وعندها نتردى اقتصاديا وعندما نكون عالة نمد أيادينا نستجدي الكفار وغيرهم في منظماتهم الذي يقدمون لنا بها العون مع انحطاط في أخلاقياتنا وفرض آرائهم علينا وعند ذلك يحصل الدمار فما أحوجنا إلى أن نخرج شبابنا من هذه الوهدة التي ألمت في بلادنا ولعلي أضع هذه المقدمة ليأتي من هم لهم العلم والدراية بخطر المخدرات المحدق رجالا ونساء وأقول هذا نوع من المشاركة الحقيقية في احتفالنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأن شعار الرسول قدوتنا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولعله هو أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر والسيد أم سلمة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فأن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابهم الخبث حتى أنه يدعو الأخيار فلا يستجاب لهم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ شبابنا من هذا المرض الكبير الذي عدا على أسرنا مجتمعاتنا والقابل إن شاء الله تكون هنالك موجهات أخرى نحو النهضة بشبابنا لبناء وطننا الحبيب القلب يهواه والفكر مشغول لما ما بينساه صفوة الرحمن القلب يهواه والفكر مشغول لما ما بينساه صفوة الرحمن يا كريم يا حي ربي يا مولاه هذه المدارسة وهذه المحاضرة بعنوان دلائل حبه صلى الله عليه وسلم إذ لكل شيء دليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما سائلا أصحابه كيف أصبحتم فقال أحد الناس من أصحابه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أصبحنا مؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم لكل شيء علامة أي دليل
فما علامة إيمانك؟ فقال الصحابي رضي الله عنه: أصبحت أرى عرش الله بارزا، وأن أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. كرم أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة الشروق الفضائية، سعداء أن نحييكم وأضواء حول احتفالات ولاية النيل الأبيض بالمولد النبي الشريف، سعداء أن نلتقي بأحد المشاركين. أهلا ومرحبا بك في قناة الشروق. عليكم السلام والرحمة والبركة. عرفنا بنفسك. جميل مختار الضوء. مرحبا بك شيخ جميل، وانطباعكم وشعرك وانت الليلة في مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. عبدالله سعيد جدا جدا والله، نتمنى شارك الأمة كلها، شارك الشباب يكون يستوعبوا ويجوا يشاركوا في المولد ده، وبأي زول يطلع بنتيجة مفرحة ومشرفة لكل العالم. ونحن نتمنى أن المولد ده ذاته بجونا ناس من برا، نخلي الناس ذاته عشان تشعر بنا نحن ناس سودانيين أصليين، وناس بتحبوا المولد وحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر ناس نحن الحمد لله أمة مكرومة. نعم، تحياتك وتهانيك، تحياتك وتهانيك لأهل الشعب السوداني، مش لفرد نفر، كل الشعب السوداني كافة في شرقه وفي غربه وفي شماله وفي جنوبه، التحيات له. بتشرف بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجينا للزيارة لمولد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكل الحضور يعني أنا بالنيابة عنهم وبحبين لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. جينا للمولد الشريف وهو مولد الاحتفال السنوي. أنا دارة أمدح وأقول أمدح أنا بهواك جنيت، وأنا ما كلي ألم متى يا حبيب روحي برؤية أكرم. فجئت للدنيا في صاد ونون وألم، أنا بهواك جنيت الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حبيبنا، فالله يرحمه ويرحم جدودنا. فأنا أحيي قناة الشروق، عيد المولد سعيد عليكم. عبدك المحتار احفظه وتولاه، بالحبيب غياث بالرفيع مشواه، بلغوا المقصود وقف ما همه صفوة الرحمن. بسني بالمعصوم الحبيب الراغي، عم الورى بالنعمة السحاء لا غيره، بالحق يدعى خالقا كلا، ولا عبد يفي بثناء. يا خالق الدنيا ومالك أمرها، يا رازق الصماء والعمياء، يا من تعالى في سمو علوه عن كل أشباه وعن ضرائب، يا بارئ الخلق البديع تفضلا منه، فليس يريده لجزائي. ومن استوى في عرشه من حيث لا شيء يقاربه لوصف نائي، يا حافظ الطفل الصغير وأمه مما يصيبهما من الضراء، حافظ الطفل الصغير وأمه مما يصيبهما من الضراء. يا من تعالى في سمو علوه عن كل أشباه وعن ضراء،
ولد الحبيب ومثله لا يولد. والنور من وجناته يتوقد. جعلت له الأرض طهورا ومسجدا والكون ضاء أنواره تتزايد. والطير هللل آمنا مستبشرا والكون شاكر للإله وحامد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني الشعب السوداني بحلول المولد النبوي الشريف وكل عام وأنتم بخير. فوالله عندنا أنواع الحلاوة هنا، في هريسة، في لكوم، في جوزة، في حمص، في جوزة وفي حمص. والإقبال يعني السوق الله يعني ما شاء الله الحمد لله، البيع متوسط يعني ما زي السنين الفاتت. أي والإقبال زاده ما زي السنين الفاتت، وسط الأسعار والله عندنا طبعا حلاوة درمانية المشكل بألف جنيه، والسمسم الصافي بألف ونص، والجوزية بألف ونص، واللكوم بألف جنيه. به نالت الأفراح سفل علوها وتشرفت بغدوم سيدي أحمد. وحليمة لرضاعه لما أتت فرأته كالبدر المنير وأزيد. فرحت به فرحات وقبلت الحبيب وأنشدت بمغالة فاقت بها من أنشد. لو هذا جمال الكون هذا بدره. مشاهدي ومتابعي قناة الشروق الفضائية، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الأضواء التي نقلناها لكم من ولاية النيل الأبيض ابتهاجا وفرحا بمولده صلى الله عليه وسلم. فأفضل منك لم ترى عيني قط، وأحسن منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب فكأنك قد ولدت كما تشاء. حتى جديد الملتقى تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل، وكل عام وأنتم بخير.